الآن استوديو 18. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من استوديو 18. مشاهدينا أهلا بكم. الدماء تسيل على رصيف الانتخابات وتهدد بيئتها. صورة تربك المشهد الانتخابي وتخلف شكوكا لا تحصى حيال إمكانية التأمين الكامل ليوم الاقتراع، حتى أن الحملات الانتخابية باتت تسير على وقع اغتيال المرشحين. 9 ضحايا حتى الآن من المرشحين في هذا الماراثون الانتخابي ما بين قتيل وناج من عملية اغتيال، فهل تحمل الأيام المقبلة نزيفا آخر قد يحدث أو يحدث شرخا يمتد إلى صراع يطال مناطق رخوة كما حصل في الطارمية؟ نعم، الطارمية حيث طار الأمن في ليلة واحدة فخلف في الأرض مجزرة طالت أبرياء سقطوا ضحية هجوم إرهابي، كما خلف أسئلة لا تحصى عمن يضمن للناخب أمنه في بيئة هشة وربما تخلط الأوراق فيها يوم الاقتراع. الحكومة انتهت من وضع الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات التشريعية على أمل أن يبدأ العمل بها ابتداء من يوم غد السبت، وفي يوم الاقتراع ستطوق المراكز 3 أطواق أمنية وستدخل الوزارات إنذار جيم تحت غطاء جوي. ولكن ماذا تحمل الأيام السبعة التي تفصلنا عن يوم الاقتراع؟ ومن يسكت كاتم الصوت؟ أهلا بكم مرة أخرى وحلقة جديدة من برنامج استوديو 18 والمخصصة لاستهداف المرشحين للانتخابات المقبلة، إضافة إلى مناقشة المخاوف من اتساعها. هذا الملف نناقشه مع ضيوفنا المرشح عن ائتلاف الوطنية رعد الدهلكي، والمرشح عن تحالف القرار ظافر العاني، والقيادي في الحشد الشعبي، والمرشح عن ائتلاف النصر يوسف الكلابي. التنافس حتى القتل، إنه تنافس انتخابي من نوع آخر، تنافس لغته سلاح ورصاص، الدوافع مجهولة، ومن يقف خلف عمليات الاغتيال والاستهداف لا يزال غير معروف حتى الآن بعد استهداف 9 مرشحين في محافظات مختلفة، فيما تسيطر المخاوف على الجو الانتخابي وسط حذر من استهداف مرشحين آخرين. مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في العراق ارتفعت بشكل كبير وخطير حوادث الاغتيالات التي طالت عددا من المرشحين ومسؤولين في مفوضية الانتخابات، إضافة إلى استهداف مدنيين. خلال الأسابيع الماضية تعرض 9 مرشحين إلى عمليات اغتيال منظمة توزعت على محافظات بغداد وديالى وكركوك وبابل والبصرة. يقول مراقبون إن أحزابا متنافسة تقف وراء موجة الاغتيالات هذه، وهي رسالة للخصوم السياسيين على الرغم من أن دوافعها لا تزال مجهولة. بينما تستنكر كتل وأحزاب سياسية استهداف مرشحيها بشكل منظم، وتؤكد وقوف أحزاب سياسية تتبع أجندات خارجية وراء هذه الحوادث. لم يقف الأمر عند استهداف المرشحين، فمجموعة مسلحة اغتالت مدير قسم في مفوضية الانتخابات بإقليم كردستان، بينما نجا مدير مكتب مفوضية الانتخابات في ديالى من محاولة اغتيال أيضا. استشهاد وإصابة 33 مدنيا بينهم نساء وأطفال بعد قيام مجموعة مسلحة بمهاجمة قضاء الطارمية، وسياسيون يقولون إن العملية مخطط لها والغاية منها منع العراقيين من المشاركة في الانتخابات. كما قامت مجموعة مسلحة باغتيال المسؤول المالي في هيئة الحشد الشعبي ببغداد، الأمر الذي عبر عنه رئيس الوزراء العراقي بأنه لن يوقف محاربة الفساد. لم تعلن الجهات الأمنية حتى الآن عما يقف وراء هذه الحوادث، في حين يشير سياسيون إلى أنه صراع سياسي بين عدد من الكتل والأحزاب من أجل الفوز بالانتخابات. الأمم المتحدة في العراق أبدت انزعاجها من حوادث الاغتيالات، واصفة الأمر بالمزعج والمثير للقلق. إذن مشاهدينا في هذه الحلقة المخصصة لمناقشة ظاهرة استهداف المرشحين نرحب الآن بالسيد رعد الدهلكي مرشح عن ائتلاف الوطنية. سيد رعد مرحبا بك،
وأبدأ وإياك، من المستفيد من هذه الظاهرة من اغتيال وتصفية المرشحين قبل بدء الانتخابات بأيام؟ بعد التحية والتقدير لك سيد الكريم ولا مشاهديك الكرام ولا ضيوفك الكرام. سيد الكريم، دائما ما عندما تقرب الانتخابات، وهذا ملحوظ وملموس في الانتخابات السابقة، عندما تقرب الانتخابات تكون هناك انهيار أمني وهناك استهدافات على المرشحين ولخلط الأوراق ولمنع المواطنين أو ترعيب المواطنين من الذهاب إلى الانتخابات. من يذهب وراء هذا الأمر أكيد هو من خسر الجولات، واليوم كشف على حقائق، واليوم يذهب الناس بعدم التوجه إلى انتخابه، لذلك يعملون على خلط الأوراق والعمل على زعزعة الوضع الأمني لكي تغلق هذه المناطق وتكون الساحة فارغة لهم لتحقيق مآربهم للحصول على مكاسب سياسية. أيضا غياب الحسيب والرقيب على بعض الأجهزة الأمنية في بعض المناطق التي تكون فيها خروقات أمنية أدت إلى عدم استقرار أمني في هذه المناطق، وأيضا عدم حصر السلاح بيد الدولة الذي تكلمنا به ووضعناه شرط من شروط قانون الانتخابات. مع الأسف لحد هذه اللحظة لم تقوم الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة بشكل واضح وصريح والعمل على نزع السلاح وحصره بيدها. هذه كلها كانت عامل مساعد على خلخلة الوضع الأمني، ناهيك عن عدم غلق الحدود وهناك أجندات خارجية تعمل لتحقيق مصالحها على أرض الواقع والعمل على صعود حلفائها والمنع الحلفاء الآخرين ومنع الجهات الأخرى عن الصعود. نعم، طيب يعني لكن سيد رعد، يعني ونحن على مقربة من موعد الانتخابات، لكن يعني سألناك من المستفيد ويعني من لديها الجرأة باتباع هكذا أساليب مع قرب الانتخابات؟ سيدتي الكريمة، يعني اليوم هناك بعض الخلايا النائمة للحاج لداعش وبعض الخلايا النائمة للعصابات الإجرامية ومن حمل السلاح خارج إطار الدولة، كذلك هناك أجنحة مسلحة تابعة لأحزاب معينة تعمل على غلق هذه المنطقة لهذا الحزب ومنع هذه المنطقة من الحزب الثاني. هذا واقع حال، لذلك عندما طالبنا حصر السلاح بيد الدولة كان السبب واضح جدا لكي توفير الأمن والاستقرار والمناخ المناسب للانتخابات. هذه مكاسب سياسية وهذه سلطة، لذلك الصراع على السلطة والعمل على أخذ أكثر مكاسب في السلطة هو وراء هذه الأحداث. كذلك العمل البحث بهذه الأجندات الخارجية والعصابات أو داعش أو الخلايا النائمة لداعش، العمل على البحث عن خرق أو فجوة في بعض المناطق الرخوة خصوصا وكثير من المناطق لم تعود بها النازحين وأصبحت مناخ إلى المجرمين وإلى من يطبق الأجندات الخارجية، تدخل من هذه الفجوة وتدخل إلى المجتمع لكي تثبت نفسها أنها موجودة من جهة وتعمل على زعزعة الأمن من جهة وترسل رسائل تخوف للمواطنين لعدم الذهاب إلى الانتخابات لمحاربة العملية السياسية وكذلك عدم وصول الأصوات الصحيحة الحقيقية إلى صندوق الاقتراع، لأنه من يذهب إلى صندوق الاقتراع سيختار الإنسان الجيد والإنسان الكفوء ويعمل على قطع الطريق أمام الفاسد وأمام من تاجر بدماء العراقيين وعمل على إيصال الفاسدين إلى دفة الحكم، لذلك يعملون هذه الشوشرة الكبيرة لتحقيق مكاسب في هذه الأجواء. طيب سيد رعد، يعني ابقى معي فقط، بس نريد أن ننوه مشاهدينا بأن يعني من خلال هذه الحلقة نحن نريد أن نوضح للرأي العام ما يجري قبل الانتخابات، لا نريد أن نزرع الخوف في قلوبهم بقدر ما نريد أن نصل إلى الحقائق ونكشف للرأي العام ما يجري قبل الانتخابات من حالات استهداف وتصفية للمرشحين. نرحب الآن بالسيد يوسف الكلابي القيادي في الحشد ومرشح عن ائتلاف النصر. سيد يوسف، مرحبا بك، وأبدأ وإياك مما ذكره السيد رعد الدهلكي، يعني هناك محاولات لترويع الناس كما يقول السيد رعد الدهلكي من أجل عدم المشاركة في الانتخابات، وأيضا يعني هناك محاولة لتصفية بعض المرشحين وإفراغ الساحة لجهات أخرى. يعني أنت قيادي في ائتلاف النصر، اليوم كيف تنظر إلى مثل هكذا آراء تطرح في الساحة العراقية؟ أولا السلام عليكم سيد الكريم على قناتكم ومشاهدينكم وعلى ضيفك،
فقط للتصحيح، أنا كنت سابقا قيادي في هيئة الحشد الشعبي المباركة، أما الآن أنا مرشح عن ائتلاف النصر باعتبار أن القانون لا يسمح بقائي في هيئة الحشد، فقدمت استقالة إلى هيئة الحشد وأنا الآن أمارس العمل السياسي ضمن ائتلاف النصر. نعم. بخصوص جوابك، أولا سيدي الكريم، الواقع اللي موجود في مناطق الوسط والجنوب وحتى في مناطق الغربية هو مناطق أمنية جيدة جدا. يمكن حدث يعني اغتيال لأحد المرشحين في صراع عشائري يعني بعيد عن الاستهداف الجنائي أو الاستهداف الإرهابي، لكن بالتأكيد العراق عسكريا انتصر، ولكن هناك ما زالت مشاكل أمنية، هناك أذرع لداعش ما زالت موجودة، على القوات الأمنية أن تكون بكامل اليقظة والحذر بالذات في هذه الأوقات بالذات، لأن ممكن توجيه ضربة نوعية هنا أو هناك وعملية إرهابية هنا أو هناك، الغاية منها إرباك الوضع السياسي العراقي مع قرب يوم الاختراع. أما مباشرة أن نأتي ونضع اللوم، ولكن هنا سيد يوسف يعني لنوضح الأمور، نعم. فقط الاغتيالات لم تقع في منطقة واحدة، لم تقع في مناطق رخوة فقط، وإنما استهدفت عدة محافظات من الشمال إلى الجنوب. يعني قد لا يوجد داعش في البصرة، قد لا يوجد داعش في بابل اليوم، هناك اغتيالات يعني تقع في مناطق آمنة نسبيا. شوف سيدي الكريم، الآن نتحدث عن عراق قوي، ليس عراق 2014 أو قبل 2014. العراق بفضل الله سبحانه وتعالى وسواعد أبنائه خرج من هذه المعركة وهذا الاختبار الخطير عام 2014 وداعش وما لحق داعش عراقا قويا منتصرا متناسق القوات الأمنية ولديه قوات أمنية قوية. بقيت خطوة واحدة نحو الازدهار العراقي الحقيقي، ألا وهو أن تتعدى هذه المرحلة، مرحلة الانتخابات، بخير وسلامة، ليكون العراق إن شاء الله مترابط سياسيا وأمنيا وعسكريا. لذلك مثل هكذا حالة فيما إذا أريد لها أن تمر بسلام، فبالتأكيد هناك جهات خارجية وحتى داخلية لا يروق لها هذا الموضوع، فهناك استهداف هنا واستهداف هناك، هناك عصابات ما زالت موجودة، هناك مشاكل مع المرشحين نفسهم وليس مع العملية السياسية. لذلك أنا حقيقة مع عدم تفخيم هذا الموضوع وأخذ الموضوع أكبر من حجمه. القوات الأمنية حسب اطلاعي ومعرفتي مستعدة تماما، والأجهزة الاستخبارية والأمنية تعمل ليل نهار. الموضوع لا يستحق أن نجعل منه شيء يخوف مواطننا البسيط ومواطننا العراقي البطل الذي هو حقيقة لم يهتز لأكبر من هذه المواقف. نعم. فلا أعتقد أنه راح تهز حادثة هنا أو حادثة هناك. إن شاء الله الشعب العراقي أوعى وأقدر. طيب. على أن يمضي بيوم 12/5 إلى بر الأمان بالعراق إن شاء الله. طيب سيد يوسف ابقى معنا لنتابع هذا الحوار بعد هذا الفاصل. إذن نعود إليك سيد رعد. يعني سيد يوسف قال قبل قليل أو أنه يرى بأن ما يحصل الآن من هذه العمليات، سواء العمليات الإجرامية أو العمليات مثل ما حصل بالطرمية، أنها لا تستحق التضخيم. هل ترى أنت ذلك أو أن هنالك ربما قلق أو تخوف من تزايد أو استمرار هكذا حالات مع قرب الانتخابات؟ سيدتي الكريمة، نحن نشخص الحالة، وكما تكلمت جنابك بأنه حالات يجب أن نقف أمامها لكي لا تكون ظاهرة. دائما ما يبدأ الانهيار في من خطوات أو حالات تشخص لكن لا تعالج، يجب علاج هذا الأمر. نحن اليوم لا نتكلم فقط على استهداف المرشحين جسديا، لكن أيضا استهداف المرشحين انتخابيا. اليوم هناك بعض المناطق في بعض المحافظات وخصوصا في ديالى يمنع المرشح أن يدخل لهذه المناطق، ويمنع المرشح أن يضع صوره ودعايته في بعض المناطق لأنه مسيطر من جهة معينة. هذا أيضا استهداف للمرشح واستهداف للعملية السياسية. ليست فقط من يحمل السلاح هو يستهدف، لكن هناك من يمنع الوصول الناخب إلى صناديق الاقتراع، أو يجبر الناخب على
تصويت لجهة على حساب جهة أو شخص على حساب شخص آخر بقوة السلاح وبالتهديد والوعيد، هذا أيضا استهداف للناخب والاستهداف العملية السياسية. نحن نشخص هذه الحالات، واليوم أصبحت في ديالة شبه ما تكون ظاهرة استهداف المرشحين ليست عسكريا، لكن استهداف المرشحين من خلال جهات تحمل السلاح، أو هناك جهات ترعب المواطن بأنه أما ينتخب هذه الجهة أو يكون مصيره أما التهجير أو التصفية. هذا واضح جدا، هناك بعض المناطق مغلقة تتخوف المواطنين حتى حمل كارت الناخب في جيبه لأنه يفتش ويعاقب على هذا الأمر. هل مفوضية الانتخابات على علم بذلك سيد رعد؟ يعني أنت تتحدث وكأن الأمر يعني يسري بشكل علني دون خوف أو تردد، هل مفوضية الانتخابات يعني تلاحظ تؤشر مثل هكذا توجهات؟ ولماذا لا يعاقب من يعني يتم التحكم بهذه الأمور بأصوات الناخبين أو توجهاتهم؟ سيدي الكريم، أنا تكلمت مع المفوضية بهذا الأمر بشكل واضح، واليوم من منبركم الكريم أتكلم بمناطق رسمية في ديالة، وهي منطقة المنصورية، منطقة السد العظيم، منطقة الوجاهية، بعض مناطق مندلي. هذه المناطق هناك مواطنيها يعيشون برعب كبير، ينتظرون يوم الانتخابات على فارغ الصبر حتى يخلصون من هذا الكابوس الذي يقع عليهم، تهديد ووعيد، هناك خلافات أو هناك ضغوطات عليهم كبيرة جدا على مناطقهم وعلى مواطنيهم. حتى إذا ما نشرت صورة الناخب أو دعاية الناخب في المنطقة تعاقب هذه المنطقة وتمنع هذه المنطقة وتمنع هذه العائلة. هذه سيد رعد، إذا كانت يعني الجهات التي تمارس ضغوط على الناخبين يعني مجهولة، لكن اليوم توجيه الناخب باتجاه صوت معين أو التصويت باتجاه جهة معينة بالتأكيد يكون معلوم. يعني سيدي الكريم، المشكلة المواطن من سبب عودته وسبب ما شافه من ظلم وقهر وضغط في الماضي لا يتكلم بالأسماء، لكن يتكلم على حالات تعالوا انقذونا. لذلك نحن نطالب القائد العام للقوات المسلحة الذي هو اليوم المسؤول الأول على الوضع الأمني، ونطالب القادة الأمنيين الشرفاء الكرماء في محافظة ديالة، واليوم لديهم مهنية عالية جيدة، واليوم الوضع الأمني جيد في ديالة، لكن في هذه المناطق نحتاج إلى دخول القوات الأمنية وخصوصا الجيش ومشتركة ما بين الجيش والشرطة للوقوف أمام هذه الحالات، لتوفير المناخ المناسب للعملية السياسية، ما معناته فرصة لاختيار الصحيح من قبل المواطن. كذلك هناك ليست فقط هذا الأمر، أنا ذهبت شخصيا إلى النازحين في الإقليم في كلر في الخانقين في السليمانية، والتقيت مع النازحين يتكلمون بشكل واضح. هناك بعض المرشحين يهددون بلقمة العيش على المواطن إن لم يقوموا بانتخابهم، وهم من بعض الجهات السياسية التي فشلت في إدارة العراق لمدة 13 سنة. سيدي الكريم، هذا كله هو تهديد للناخب وتهديد العملية السياسية، ليست فقط التصفيات والوضع الأمني، هو التهديد. هذا تهديد أخطر من التهديد الأول، لأن ذاك يكون معلوم لكن هذا يكون مجهول، لكن نتائجه ستكون عكسية وسلبية على الحياة السياسية. نعم السيد رعد الدهلكي مرشح ائتلاف الوطنية، شكرا جزيلا لك. الآن نتوقف مع عدد من التعليقات والتغريدات التي رصدها فريق استوديو 18 وتناولت الانتخابات المقبلة من جهات مختلفة. أحمد الملا غرد على تويتر: جمهورنا عاطفي وصاحب ذاكرة تنسى بسرعة، لذلك الدعاية الانتخابية والإشاعات والطابور الخامس يمكن أن يقلب نتائج الانتخابات ويصنع الفارق، ما لا يمتلك صوت أو أدوات المال السياسي والإعلام لا يعرف معادلة تحريك الجمهور لن يصل إلى قبة البرلمان إلا بالصدفة أو بالكوتة. أما محمد السيد كتب: الانتخابات تميز الخبيث من الطيب. أما سعيد ياسين موسى فقد كتب على فيسبوك: الفاشلون في محافظاتهم يتدافعون على سلب أصوات بغداد، ما يفيدكم، بدايتها سلب. غرد بسام نصر الله على تويتر: تعتمد بعض الكتل السياسية على التسقيط بشكل كبير لأنه ليس لديها ما تقدمه للناخب سوى مهاجمة هذا وذاك لكسب وده، وأعتقد اليوم أن المواطن العراقي بات يميز هؤلاء ويعرفهم جيدا.
نعود مرة أخرى إلى سيد يوسف الكلابي مرشح ائتلاف النصر. سيد يوسف، رعد الدهلكي قبل قليل قال محاولة تغيير آراء الناخبين هي أخطر من محاولة استهداف المرشحين، كيف تعلق على ذلك؟ والله سيد الكريم كنت أتمنى أنه الأخ رعد يبقى ويانا حتى يكون كلامي موجه إلى بالمباشر. بصراحة هذا موضوع البعض وجهات خارجية وجهات تحمل السلاح وتهدد وإلى آخره، يتكلم به شخص ما زال عضوا في مجلس النواب، ما زال يتمتع بصلاحيته الدستورية والرقابية، يستطيع أن يذهب إلى محافظة ديالى ويجتمع مع الأجهزة الأمنية ويقفون ويضعون تقريرا رسميا يرفع إلى القائد العام إذا كان هناك ضعف في الأجهزة الأمنية في ديالى. أما من الآن كأنما أنا أسمع من الأخ رعد الدهلقي رسالة يوجهها أنه أنا في حال إذا خسرت ترى مو صوتي، وإنما هاي الجهات اللي ما خلتني أدخل لتلك المناطق وما خلت صوري تتعلق هي كانت السبب، وهناك ضغوطات على هنا وهناك. أخي الكريم هذا الخطاب نتمنى أنه ما نسمعه بعد. العراق اليوم يتجه إلى العراق الوطني، اليوم الشعب العراقي فيه قوائم دخلت في كل المحافظات، ائتلاف النصر دخل في كل المحافظات حتى المحافظات الكردستانية. نحن نتمنى ونترجى من المواطن العراقي الشريف أن يميز من وقف معه، أن يميز أبناء الشعب العراقي الذين ضد الطائفية وضد المناطقية وضد المذهبية، ليعود العراق يكحل عينيه بنصره من خلال نصر آخر ألا وهو النصر الانتخابي. أما من الآن نضع نقاط سمعناها في انتخابات 2014 وفي انتخابات 2010، وهذه حقيقة أنا أعتبرها هي أدوات المفلس انتخابيا، أدوات من لم يكن جادا وحقيقيا مع جمهوره سواء في ديالى أو في غير منطقة. نحن الآن نستمع إلى الكثير من المرشحين يحاول أن يرعب الجمهور، يحاول أن يطعن في نزاهة الانتخابات مقدما، وإحنا بعدنا حتى ما شايفين شنو الإجراءات الواقعية على الأرض. هذا معناته أنا أسميه بصراحة إفلاس انتخابي. إن شاء الله راح يكون الشعب العراقي على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه في يوم 12/5 بإذن الله. نعم. طيب يعني لكن يعني الآن ما يهمنا هو الناخب، يعني بما أنه يتعرض إلى التهديد من هذه الناحية، كيف اليوم نوعي الناخب ومن خلالكم يعني؟ أختي الكريمة، أولا أنا بصراحة في محافظتي وفي المحافظات الوسط والجنوب اللي أنا تعرفين أختي الآن يعني فترة حملة انتخابية، فأكون مشغول في مناطقنا، هذا الموضوع ما موجود ولا سامعينه ولا شايفينه بالسوشيال ميديا ولا بالقنوات. مع هذا أنا طلبت رسميا أن يكون هذا الموضوع على طاولة الحوار الأمني الرسمي. الأخ المتحدث هو عضو مجلس نواب. مع هذا أنا أدعو كل أبناء شعبنا، هناك أرقام ساخنة لوزارتي الداخلية والدفاع، وهناك جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات قريبة عليهم، ويستطيعون حتى بشكل إذا حسب ما تكلم الأخ الضيف إذا ما يستطيعون التكلم بشكل علني خلي يروحون يتكلمون بشكل سري مع هاي الأجهزة الأمنية، وهذه الأجهزة الأمنية قريبة من المواطن. طيب. وأنا أصلا قريب من أهل ديالى لأنه أنا كملت دراستي للماجستير في محافظة ديالى، وصدقني هذا ما يقال عن محافظة ديالى بعيدا عن الواقع. أصلا يعني من الجريمة أن نضل نضغط في محافظة ديالى أنها محافظة مهددة وخطرة، بالعكس محافظة يعني نسبة الأمن فيها جيد جدا ومواطنيها يعيشون بسلام، لكن قد تكون هناك حالات وهنا وهناك يجب معالجتها من الأجهزة الأمنية والحزم في هذا الموضوع قبل الانتخابات. طيب ابقى معنا سيد يوسف الكلابي لنرحب بالسيد ظافر العاني مرشح عن تحالف القرار. سيد ظافر مرحبا بك في استوديو 18. ما الذي اختلف في انتخابات 2018 عن انتخابات 2014؟ تفضل نتحدث عن ما قبل الانتخابات. رحيم. شكرا شكرا. نعم حاضر. شكرا جزيلا لك ولإخواني في الشرقية ولجمهورها. طبعا انسياقا مع الحديث الذي جرى يعني خلال هذه الحلقة، لا شك أنه الوضع الأمني هو أبرز، يعني تحسن الوضع الأمني هو أبرز ملامح ما تختلف به هذه الانتخابات عن التي سبقتها. إحنا بالانتخابات الماضية كانت أبو غريب تم إغراقها بالمياه بالكامل، وكانت حزام بغداد بأكمله كان ملتهبا، وفي ليلة الانتخابات
قبلها بيوم أو يومين كما تذكر تذكرون حدثت سلسلة من انفجارات وكان أقصاها الذي حدث في العامرية. طبعا الآن الوضع أفضل، لكن هل هذا يعني أنه الوضع الأمني مستتب بالكامل؟ طب لا شك أنه لا، أنه ما يزال هنالك قلق أمني موجود. وأنا لا أريد أن أرد على أخي السيد يوسف الكلابي، ولكن يعني تصوير الوضع الأمني وكأنه يعني الوضع الأمني بالكامل يعني مستتب ومريح للكل، يعني هذا لا تصدقه الوقائع. يعني حادثة الطارمية قبل أيام حدثت وذهب ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى، ولا شك كانت بها أبعاد سياسية وأبعاد انتخابية. طيب يعني اللي تحدث عنه الأخ رعد الدهلكي، هل هذا لا يصدقه الواقع؟ له في الواقع مصادق كما يقال، أن هنالك بالفعل يعني بعض ذيول دولة عميقة ما تزال موجودة وتؤثر على الناخبين على المرشحين. وأنا أريد أذكر أنه قبل يومين أو ثلاثة تم اغتيال واحد من أهم الشخصيات المهمة والنظيفة في مؤسسة الحشد الشعبي، والسيد رئيس الوزراء أشار بأن هنالك متنفذين سياسيين وشي بهذا المعنى أنه كان وراء عملية الاغتيال هذا. وبمعنى آخر أنه ما تزال أمام الأمن وأمامنا كعراقيين مهمة ليست سهلة، وفي إنجاز ما تبقى من جيوب باعثة على الفوضى هنا أو هناك. وأنا أؤكد لك أنه جمهورنا سيتجاوز كل العقبات الأمنية التي إن شاء الله لن تحدث. أنا أعتقد أنه لدي ثقة بقدرة جيشنا العراقي قواتنا المسلحة جميعا أنها قادرة على أن تضبط إيقاع الأمن خلال هذه الفترة، وأنه ما جرى في الطارمية هو جرس إنذار للمزيد من اليقظة. وأقول مرة ثانية أنه جمهورنا حتى في أقصى الانتخابات في 2010 مثلا على سبيل المثال كانت تسقط على رؤوس الناخبين قنابر الهاون وهم يذهبون إلى صناديق الاقتراع، وكان هنالك الحواجز الأمنية والأسلاك الشائكة والمنع والاعتقالات والناس تذهب إلى صناديق الاقتراع. الآن الوعي ازداد، وأنا أؤكد أنه نسبة المشاركة ستكون هذه المرة أعلى من سابقاتها. عندنا جمهور مؤمن بأن الديمقراطية خيار استراتيجي، وأنه بالديمقراطية وبالعملية السياسية وبالانتخابات نستطيع أن نحقق الكثير. استطاعت الجماهير بالانتخابات أن تزيح نظام سياسي كان شعاره ما ننطيها، ولكنه بالانتخابات أعطاها، بالعمل السياسي أعطاها. ولو ترك الأمر بدون عمل سياسي لكان يمكن أن تبقى مثل هذه الحكومة إلى سنوات طويلة قادمة. الانتخابات تستطيع أن تغير حياة الناس إلى الأفضل وبشكل إيجابي، هذا إذا كان الاختيار صحيحا. وأنا أعرف بأن مواطنينا سيختارون بشكل واعي وصحيح ويستطيعون أن يتجاوزوا كل العقبات التي يمكن أن يضعها أمامهم المخربون. هذا في الجانب الأمني، وأنا أعتقد أنه هذا شيء مهم. طبعا في الجانب السياسي أقول لك أنه ربما واحد لكن من الظواهر، لكن سيد ظافر لكنك أنت يعني لا تتشارك مع الضيوف في نفس فكرة مخاوف حدوث ربما خروقات أمنية في الانتخابات، يعني هل تتوقع على الأقل ربما حدوث عملية تزوير؟ أتحدث وإياك السيد يوسف. معي أخت الكريمة الكلام إلي. نعم سيد يوسف تفضل. أولا قبل أن أجيبك على سؤالك فقط أريد أن أنوه للسيد ظافر العاني بثلاثة نقاط بسيطة وبعجالة. أولا أنا لم أقل أن الوضع الأمني وردي الآن في العراق، وإنما قلت أن الانتصار العسكري تحقق وما زال هناك وضع أمني يحتاج اليقظة والحذر وبالذات في مرحلة الانتخابات.
أما تشبيه وضع الطارمية في ما قبل في ومشابهته 2014 من التهاب حزام بغداد فهذا تشبيه مع فارق، لأنه في ذلك الوقت كانت ساحات الاعتصام والدعوة إلى ضرب الدولة والدعوة إلى دخول بغداد وقادمون يا بغداد والوضع المرتبك الذي كان في ذلك الوقت الذي حقيقة أنا لا أريد أن أدخل في سجال فيه. هذا اثنين. أما موضوع اغتيال أخي وعزيزي الشهيد مدير الدائرة المالية في هيئة الحشد الشعبي، فأرجو عدم إدخال هذا الموضوع في هذه الكلام، لأنه أنا أعتقده هو يعني موضوع إدخال السم بالعسل. الشهيد قاسم ضعيف اغتيل في حادث جنائي 100%، حادث سرقة وخيوطة توضحت تقريبا وسيعلن قريبا إن شاء الله. وهذا دليل على أن قادة الحشد الشعبي لا يمتلكون أي حراسات على بيوتهم مشددة ولا يسكنون في المناطق الخضراء. مدير عام أهم دائرة في الحشد الشعبي يسكن في حي حال الناس وبدون حراسة. لذلك يا أخي الكريم أنا لا أتمنى أنه لا يعني ما يجي طاري موضوع الحشد الشعبي بالانتخابات. الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية ترتبط بالقائد العام، قدمت أفضل ما قدمت لهذا البلد من حفظ وحدته وصيانة شعبه وصيانة كرامته، وقدمت النصر مع أخوانهم بالقوات الأمنية. اللي أتمنى أنه إذا ردنا نسولف بالانتخابات وموضوع الحلقة نتكلم في برامجنا الانتخابية ونتكلم فيما إذا كان لدينا شيء جديد نقدمه لجمهورنا، أما نعود إلى ما ننطيها وتتكلم عن دولة ذهبت ورئيس وزراء أخذ الأول بصراحة، يعني دولة القانون أخذت الأول، ولكن هي هاي محاسن العملية السياسية. محاسن العملية السياسية أن يتم تداول للسلطة وتوحد ما بين قوائم لتحقيق أغلبية وتشكيل حكومة. لذلك أنا اللي أتمنى من الضيف وجنابكم الكريم أنه نحن هنا نتكلم عن موضوع محدد، هو هل هناك تهديد للمرشحين وهل يمكن أن يكون ظاهرة وهل هذا هناك يعني تخوف للمواطن. أنا أعتقد أنه المواطن شجاع والمواطن العراقي بطل، والمواطن العراقي في ظروف أحلك من هذه الظروف في 2005 و2006 وفي المعارك الطائفية خرج وأدلى بصوته وقال كلمته. الآن الوضع جيد، نستطيع الأمني، أنا أقصد الوضع الأمني جيد ويصنف أصلا جيد جدا. في ذلك الوقت كانت الأنبار ملتهبة بساحات الاعتصام وداعش والقاعدة وغيرها، كانت الموصل على شفا حفرة، كانت الفلوجة أصلا شبه ساقطة، ومع هذا جرت العملية الانتخابية. اليوم الوضع جيد جدا إذا ما قورنا ب 2014 أو 2010 أو 2006. إن شاء الله القوات الأمنية على قدر المسؤولية لحفظ العملية الانتخابية ويوم الاختراع، وأدعو مواطنينا وأحبتنا أبناء شعبنا أنه لا يستمعون للأصوات التي تحاول تخويفهم من يوم 12. السيد ظافر العاني قال نعم الوضع الأمني جيد، ونحن أنا أؤيد بهذا الكلام، وإن شاء الله ذاهبين إلى عمليات اختراع تجعل العالم يفتخر بالشعب العراقي، أولا بما حقق من نصر على أعتى عصابة إرهابية داعش، وفي عملية انتخابية شفافة وبالذات بعد دخول الأجهزة الإلكترونية وشبه عدم إمكان تزوير الانتخابات. نعم سيد يوسف الكلابي القيادي في ائتلاف نصر، كنت معنا من استوديو 18، نعود إليكم أو نكمل الحوار بعد هذا الفصل. ما أن انطلقت حملات المرشحين دعائية حتى انطلقت معها حملات اغتيال واستهداف انطلت عددا منهم وسط تأكيدات بأنها عمليات منظمة ومن يقوم بها هدفه إرباك خصومه وإزاحة آخرين من التنافس الانتخابي. بعد انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية في العراق بدأت حوادث استهداف المرشحين ترتفع بشكل كبير، ما يعكس حجم الصراع السياسي بين الأحزاب والكتل المتنافسة. يشير سياسيون إلى أن من يقف خلف عمليات الاغتيال هذه هي جهات سياسية متنفذة، في حين لم تعلن الجهات الأمنية عمن يقف وراء هذه الحوادث حتى الآن.
ويحذر مراقبون من تصاعد وتيرة اغتيال المرشحين والشخصيات السياسية خلال الأسبوع المقبل بسبب سعي أحزاب وكتل سياسية إلى الفوز بالانتخابات بكل الطرق. يرى مراقبون أن حوادث الاغتيال واستهداف المرشحين لم تكن عشوائية، وإن الهدف منها تصفية حسابات وإرسال رسائل إلى الخصوم الآخرين. نعود مرة أخرى إلى سيد ظافر العاني، مرشح عن تحالف القرار. سيد ظافر، لماذا أنتم وحدكم يعني تحملون هذه المخاوف؟ لماذا غيركم يعني لا يحمل نفس المخاوف من وجود عمليات استهداف، عمليات تزوير؟ لماذا وحدكم تنفردون بهذه المخاوف في انتخابات 2018؟ شوف، ابتداء خليني اقول لك انه احنا مخاوفنا ليست كبيرة فيما يتعلق بالاستهداف والاغتيال، ونحن مستعدون لها يعني كمرشحين وكقائمة. هذه قائمة لطالما اعتاد مرشحوها على التضحيات والبذل، وليست هي المرة الأولى التي يمكن أن نتعرض فيها إلى التهديدات. ولكن لا شك أنه انتخابات عام 2018 هي أفضل بكثير من الانتخابات التي سبقتها، سواء كان من حيث توفير الأمن للمرشحين أو من حيث توفير الأمن إلى الناخبين. هنالك يعني حالات حتى الآن، حالات استثنائية تحدث هنا أو هناك، ولكنها لا تمثل ظاهرة كما كان يحدث في المرات السابقة. قلت لجنابك لدينا جمهور يعرف مصلحته جيدا وهو مستعد إلى المخاطرة، ولطالما فعلها. كانت الصناديق يتقصدون أن تبعد عنه أكثر من 10 كيلومتر ويذهب إليها راجلا، والبعض منهم كان معوقا أو مريضا أو نساء ومستعدين للتضحية في رسم مستقبلهم، مستقبل وطنهم. قيود الأمنية كانت عليهم، الحواجز، المنع، التفجيرات، المفخخات، ومع ذلك كان جمهورنا يذهب إلى صناديق الاقتراع ويعرف أن التغيير مرهون بالانتخابات، وأن التغيير طريق للإصلاح، لإصلاح الأوضاع. ثم الجملة قالها الأخ يوسف، كنت أتمنى لو أنه موجود لأنها تحتاج إلى رد فيما يتعلق بالانتخابات الماضية، أنه الاعتصامات وإلى آخره، وقادمون يا بغداد. يعني ما بقى فيها إذا قال معتصمون موجودون في الرمادي أنهم قادمون يا بغداد ولم يأتوا إليها، أو في الحويجة قالوها ولم يأتوا وقتلوا هناك حتى قبل أن يقولوها، أو في نينوى. ما الآخرين دخلوا حتى المنطقة الخضراء، حتى المنطقة الخضراء دخلوها، ودخلوا إلى البرلمان وإلى المباني الحكومية، أسبوعيا كانوا يدخلون إلى المنطقة الخضراء، والآخرين يعتبرون هذا إنجاز. لم يقولوا أنهم دخلوا إلى المنطقة الخضراء لديهم أجندات معينة، تعبير عن الاحتجاج. طيب، يعني هذا يعني أنا أتمنى أن هذا موضوع الكيل بمكيالين، أو النظرة يعني ذات البعد الثنائي، أن تنتهي من واقعنا. طيب سيد ظافر، يعني حتى نبقى يعني في موضوع هذه الحلقة، يعني اليوم هذه الخروقات ذكرت بأنها يعني تكون نسبيا أقل مقارنة ب 2014، ولكن إلى أي مدى اليوم رغبة الناخب وسط هذه الخروقات القليلة على قلتها تؤثر اليوم في رغبة الناخب في المشاركة؟ قلت لجنابك أنه استطلاعاتنا أن الرغبة في المشاركة على الأقل بالنسبة لجمهورنا هي أعلى مما سبق، وهنالك وعي متنامي عند جمهورنا في أن تكون مشاركته كبيرة ونسبة تمثيله أكبر، وهذا تستطيع أن تلمسه من الأعداد الغفيرة للمرشحين والأعداد الكبيرة من القوائم، وحتى هنالك قوائم وافدة تعمل في وسط جمهورنا لأنها تعرف بأن جمهورنا لديه استعداد إلى مشاركة كبيرة في الانتخابات.
وأنا أعتقد أنه جمهورنا لن يتأثر، لن يتأثر لا بالتخويفات الأمنية الوهمية أو الحقيقية. لكن على الرغم من ذلك يعني سيد ظافر، لابد من أن يكون هنالك من يكون مسؤول على أمن الناخب قبل الانتخابات وخصوصا يوم الاقتراع. يعني هذا واجب الدولة لا شك، هذا واجب الدولة، واجب السيد القائد العام للقوات المسلحة، واجب قواتنا العسكرية والأمنية واجبها، وإحنا يعني نتمنى عليها أن تشدد من يقظتها ومن خططها الأمنية لحماية الناخبين، وأن تكون هنالك رقابة شديدة على مراكز الانتخابات وعلى أمن الناخبين. وأنا أعتقد أنهم يعني يستطيعون أن يطلعوا بهذه المهمة، لقد قاموا بمهمات أكبر من ذلك في مواجهة الإرهاب، وأنا أعتقد بأنهم قادرين بإذن الله على أن يكون يوم الانتخاب يوم آمن وسلمي. نعم. ويشهد مشاركة شعبية واسعة إن شاء الله. نعم. لكنك يعني سيد ظافر أنت متفائل جدا بالجمهور وفي انتخابات التي ستبدأ قريبا، لكن يعني الجمهور اليوم أو جمهوركم اليوم هو مشتت بين أماكن مدمرة وبين مخيمات، وهذا أدعى إلى مشاركته، هذا أدعى إلى أن تكون له مشاركة واسعة. هذا الوضع اللي بجمهورنا ينبغي أن يتغير وينبغي أن يتحسن. خلال السنوات الأربع الماضية ما وعدنا جمهورنا بالتبليط وبالخدمات وبزيادة أعداد المدارس، كان وعدنا لجمهورنا خلال الفترة الماضية هو في حفظ حياتهم وأمنهم، والآن الوضع الأمني كما يجمع الكل على أن الوضع الأمني أفضل، وأن المواطن أصبح بمقدوره أن يتنقل من منطقة إلى أخرى من دون أن يضطر إلى أن يحمل أكثر من هوية أحوال مدنية مزورة، ومن دون أن يشعر بالقلق الأمني من القوات الأمنية والعسكرية. وأهلنا في أبو غريب علاقتهم مع القوات العسكرية على سبيل المثال مو مثل ما كانت علاقتهم مع لواء المثنى سابقا، وإخواني في حزام بغداد علاقتهم مع الأجهزة الأمنية والعسكرية أفضل بكثير من فترة الاعتقالات العشوائية التي كانت سابقا. وبالتالي الانتخابات فرصة لتحسين الأوضاع بإذن الله، وهنالك المواطنين يعقدون الآمال على أن التحسن الذي جرى من خلال الضغط الجماهيري والسياسي والشعبي والاجتماعي، هذا الضغط الذي جرى التضحيات الكبيرة، ولا شك أيضا النصائح المهمة التي قدمها المجتمع الدولي إلى الحكومة العراقية أنها وصلت الفكرة سيد ظافر بعد هذه الانتخابات. نعم وصلت الفكرة سيد ظافر العاني مرشح عن تحالف القرار، شكرا جزيلا لك. رصد رسامو الكاريكاتير جوانب من الحملات الانتخابية وأثر استخدام السلاح والتصفيات الجسدية المستنكرة والمدانة على البيئة الانتخابية، فضلا عن أثر سرقة الأصوات على مستقبل الانتخابات وشفافيتها. الفنان ناصر إبراهيم لجأ إلى بث الأمل في المشاركة بالانتخابات، فرسم مواطنا يغمض عينيه بيديه فيما يحاول صاحبه إقناعه بوجود الضوء فوقه، لكنه يرد: ما ظلمة أنا مقتنع ظلمة. الفنان ميثم راضي عالج في لوحته التي اعتمد فيها اختزالا واضحا منح الأصوات الانتخابية في غير مكانها، فرسم ناخبا يمنح صوته لمرشح مع وصية أن يستخدم هذا الصوت لخدمة الوطن، لكن المرشح يفكر باستعماله رجلا لكرسي في البرلمان يجلس عليه وحسب. الفنان أحمد فلاح قدم عملا ناقدا لمسلسل استهداف المرشحين وضرب البيئة الانتخابية باستخدام السلاح، فرسم مسلحا يحمل بيد سكينا وبيد أخرى كاتم صوت، فيما ألبسه زي داعش من جانب ومن جانب آخر زي ميليشيات.
الفنان بسام فرج استخدم في لوحته مفردة السلاح ومخاطر اللجوء إليه في الانتخابات، محذرا من وقوعه بيد جهات سياسية ومرشحين لترهيب الناخبين مقابل سرقة أصواتهم يوم الاقتراع. وصلنا الآن إلى نهاية هذه الحلقة من استوديو 18. أما الآن مشاهدينا ننتقل إلى استوديوهاتنا في بغداد مع علي عماد. إليك علي. شكرا عمر، شكرا لنا، نستمر معكم مشاهدينا في استوديو 18 من بغداد، تحية طيبة. جربناك وتفشل دوما، لطفا ما هذا الإصرار، ابني إيمانك ببلادك قبل وعودك بالإعمار، إن المسؤولية أثقل من أن تطفو فوق شعار، الكل ينادي ببلادي، هو رجل الشعب المختار، لكن هل يمكن أن أسأل واسمح لي بالاستفسار؟ قل لي من مزق وحدتنا لا إشعار ولا أنذار، قل لي من باع قضيتنا ساستنا أصلا تجار، أمي قالت لي يا ابني استخدم هذا المعيار، إن الأعوج من أوله لن يكمل أبدا مشوار، الخضراء لها رمزية، من كان يرى السجن هوية لا يعرف معنى الحرية، وأنا أسأل نفسي دوما لما تقبع خلف الأسوار، لكن هذا لا يعنيني فالإحباطات تناديني، 15 خريفا مرت والحكم بطور التكوين، شعبي مل من الأخبار والأحزاب كما المنشار، صاعد ماكل نازل ماكل باستهتار، جربناك وتفشل دوما لطفا ما هذا الإصرار، استثمر أشياء أخرى، صوتي ليس الاستثمار. أصدر المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بيانا انتقد فيه سياسيين ومسؤولين لم يسمهم بسبب الإخفاقات السابقة واستغلالهم لموارد الدولة، وفيما حذر من عدم الوقوع في فخاخ الفاشلين والمخادعين أكد على ضرورة اختيار الأكفاء. أيضا نفى مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي خبر رفض استقباله من المرجعية لدى زيارة العبادي النجف، وأيضا أضاف المكتب أو أفاد أن زيارة الأخير كانت تفقدية للمؤسسات الحكومية وللاطلاع على أحوال المواطنين ولم تكن تهدف إلى زيارة المرجعية أو لقاء ممثليها في المحافظة. ما الذي يجري في كركوك؟ فرغم كل التطمينات التي تقدمها المفوضية من جهة وقيادة المؤسسة الأمنية في المحافظة، ما زالت كل الأطراف تتخوف من احتمال التلاعب بنتائج الانتخابات هناك، وفي الوقت الذي يعبر الأكراد عن احتجاجهم إزاء منع البيشمركة من المشاركة في حماية مراكز الانتخاب، انبر المجلس العربي أخيرا ليعلن تخوفه من خروقات كردية محتملة، وقال المجلس أن المفوضية في المدينة لا زالت تخضع لسيطرة القومية الكردية، وذكر المجلس العربي أن مدير مكتب مفوضية كركوك يمارس نفس النهج السابق من خلال الالتزام بتوجيهات الحزب التي يخضع له. أيضا أفاد رعد سامي مدير مكتب مفوضية الانتخابات في لندن أن انتخابات الخارج سوف تجري في 20 دولة ل850 ألف عراقي في الخارج. أما عن انتخابات الجالية العراقية في بريطانيا قال سامي سيكون لدينا 8 مراكز، 3 منها في لندن بناء على الكثافة السكانية للجالية العراقية، وستجري الانتخابات يومي 10 و11 استباقا لانتخابات الداخل. أما حوارنا هذه الليلة فسيكون مع السيد حسين النجار مرشح تحالف سائرون عن الحزب الشيوعي، سيكون معنا عبر الأقمار من بغداد، ومعنا هنا في الاستوديو السيد كريم النوري مرشح تحالف الفتح. سيد كريم يا أهلا بك. حياكم الله. اهلا بك. ايضا معنا السيد حسن شويرد مرشح تحالف الوطنيه. سيد حسن يا اهلا بك، الله بخير، نورتونا. حياكم الله. نبدا من خطاب المرجعيه سيد كريم، خلي البدايه وياك من فضلك. المرجعيه تحدثت عن جمله امور، ربما الملفت هو اصرار المرجعيه او حديثها عن ضروره مواصله الاصلاح. سؤالي، ما هو الاصلاح المطلوب المنشود، ومن هو المؤهل للقيام بما هو مطلوب من اصلاح؟ نعم استاذ علي، التحيه لك ولمشاهديكم الكرام ولضيفك او ضيوفك الكرام. يا اهلا بك. تعلم ان العمليه السياسيه خلال 15 عاما بحاجه الى اصلاح، اصلاح شامل، ليس اصلاح على مستوى مثل التنميه الصناعيه او الخدمات او الاعمار والاستثمار او القضاء. اليوم الدوله لها عمليه اصلاحيه شامله وفق رؤيه اقتصاديه ناهضه بالوضع بالبلاد. حقيقه اليوم نعترف أنه هناك حالة من القطيعة
بين الشارع، بين الناخب وبين السياسيين، وهذه عوامل كثيرة حقيقة. مرة احنا ربما نتعكس على ظروف مثل ظروف الإرهاب وغير ذلك، لكن هذا لا يبرر المواقف. اليوم بصراحة المرجعية اليوم صمام أمان لكل العراقيين، أثبتت المرجعية هذا اليوم بوقوفها أول مرة مسافة واحدة. ثانيا أصبحت حقيقة تنظر نظرة دقيقة لواقع العراق، ولذلك اليوم نحن بحاجة إلى إنقاذ العراق مما حصل خلال 15 عاما. من هو المؤهل سيد كريم؟ المؤهل بالتأكيد هذا سؤال طبعا مهم ولا أستطيع الآن أوضح، لكن بالتأكيد هناك رجال يحملون حقيقة باعتقادي راية الإصلاح، قادرين على إصلاح الوضع، لكن هذا لا يكون بجهود وإنما تكون جهود مشتركة من خلال توجيهات المرجعية. ويجب أن تكون حقيقة البرلمان أن يتحول إلى مكان لمصالح الشعب العراقي وليس لمصالح المصالح السياسية أو الأحزاب. خلي أوزع الوقت وأرجع لك حتى نناقش باقي التفاصيل المتعلقة بالإصلاح. سيد حسن يا هلا بك. من هو المؤهل للقيام بالإصلاح المطلوب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ الفاضل، ضيوفك الأعزاء، جمهورك الكريم، يا هلا بك. حقيقة المؤهل من يكون عراقي بعيد عن الطائفة والقومية والعرق، والمؤهل الذي لم تدنس إيده بالمال العام ولا بدماء العراقيين لفترة 15 سنة السابقة، والمؤهل اللي ما ضيع مال العراق للفترة السابقة، والمؤهل اللي يعمل على إحقاق الحق بطريقة المواطنة والمواطنة الحقيقية من خلال العدل والمساواة بالنسبة للشعب العراقي. مؤهل للقيام بماذا؟ يعني المؤهل لإدارة الملف العراقي بشكل متساوي بين كل أطياف الشعب العراقي على أن يكونون عراقيين، لا سني ولا شيعي ولا كردي، وبالتالي الاستحقاق يأتي على حساب أمن العراق واستحقاق كرامة العراق واستحقاق ما يحتاج العراق للعراق دفع دم ثمن طرحات سياسية للفترة السابقة بحقيقة بتصرفات مرة نشوفها مفروضة على الحكومة، ومرة نشوفها بسوء أداء، ومرة نشوفها ماكو استراتيجية للحكومة على ما تشتغل عليها. وإلا صارت موازنتنا 100 مليار، وصارت موازنتنا 28 مليار، وصارت موازنتنا 45 مليار. الأداء نفس الأداء، هو والفشل واضح، المعاناة واحدة، انهيار الخدمات وتراجع الإعمار وإلى آخره. فاليوم يعني ننظر للعملية الانتخابية القادمة. أولا نتمنى أن تكون الانتخابات بها شفافية، خلنا نقول 60% كمفوضية، لأن حقيقة كل يتنقلقين من الوضع العام، عطلة الأجهزة راح يصير يدوي، راح يصير بالأجهزة، راح يصير كذا، راح يصير كذا، بخصوص نزاهة وشفافية الانتخابات. اليوم احنا حضرتك اليوم باقي 4 أيام للانتخابات، شفنا المال السياسي نزل للشارع، مال يستطيع أبو النزاهة اليوم يقول هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام بدون قيد ودون شرط. يعني المال اللي نزل بالانتخابات بالحملات الانتخابية وحده جاهز أن يدين واضح. أي كتلة سياسية من الكتل. أناقش قضية المال السياسي وما يتعلق بنزاهة الانتخابات وما يتعلق بكيفية محاربة الفساد، ربما هي على رأس الأولويات. خلي أروح للسيد حسين النجار، مرشح تحالف سائرون عن الحزب الشيوعي. سيد حسين يا هلا بك، تحياتي لك وتحياتي لضيوفك. تحية طيبة. من المؤهل للقيام بالإصلاح؟ هل القوى التقليدية المشاركة في العملية السياسية منذ عام 2003 مؤهلة للقيام بالإصلاح، وهي نفس هذه القوى التي فشلت في حكم العراق، فشلت في توفير الخدمات، فشلت في الإعمار؟ وهنا عندنا ممثلين عن هذه القوى التقليدية، السيد حسن شويرد عن الوطنية والسيد كريم النوري عن الفتح. اليوم احنا نضيف الى شعار المرجعية الدينية المجرب الفاسد شلع قلع لا يجرب، وبالتالي من حكم البلاد خلال الفترة الماضية ومن اشترك في إدارة الحكومة خلال الفترة الماضية وهذا النتائج اللي قدمها هم بالفعل لا يستحقون ولا وهم غير مؤهلين ان يكونون مرة اخرى في قيادة البلد، لكون اذا هؤلاء مرة ثانية رجعوا الى البلد الوضع راح يكون أسوأ. أنا أبشرك راح يكون الوضع أسوأ. 142 مليار دولار اليوم إحنا مدانين للبنك الدولي، ممكن يكون 200 مليار دولار وممكن يكون أكثر.
اليوم بدل رفع خصخصة الكهرباء، خصخصة الخدمات غيرها، ممكن باكر عقبه يجون على الوقود وعلى الصحة وعلى التعليم، لكونهم ما استطاعوا خلال الفترة الماضية أنه يديرون الثروات الطبيعية بصورة جيدة، وبالتالي ذهبت الأموال هدرا وذهبت إلى جيوب الفاسدين. وما يحدث الآن هو سرقة للشعب العراقي، ويعني نعتب على هؤلاء أنه بعدما فشلوا يريدون أن يوم يعيدون إنتاج نفسهم مرة أخرى من خلال قانون انتخابات غير عادل، من خلال مفوضية نشك في نزاهتها أيضا في بعض الأحيان، نتمنى لها أن تدير العملية بصورة صحيحة، من خلال المال السياسي والحمل وبالتالي الأدائية. وبالتالي اللي تريد تقول الخلاصة، أنا حرجع وناقش أغلب النقاط وياك ويا الضيوف الكرام، لكن خلي أخذ خلاصة من عندك. المجرب الفاشل لا يجرب، المجرب الفاسد لا يجرب، المجرب العميل لا يجرب، شلع قلع. بالتالي لا يجرب. القوة التقليدية الموجودة في العملية السياسية والمشكلة للحكومات المختلفة والحاضرة في الدورات البرلمانية السابقة بقوة من خلال أعداد نوابها ومن خلال حضور نوابها لا يجب أن تجرب من جديد. نعم، هي دعوة للمواطن أنه لا ينتخب شخص كان موجود في السلطة ولم يقدم شيء. زين. هي دعوة للمواطن أنه لا يصوت إلى مرشح كان في البرلمان ولم ينفذ مشروع، لم يقدم برنامج، لم يقدم مقترح. هي دعوة للمواطن أنه لا ينتخب شخص وغاب الكثير من الجلسات الانتخابية. هي دعوة للمواطن لا ينتخب شخص واستغل المرجعيات الدينية واستغل المال السياسي واستغل السلطة سيد. من خلال واضح سيد. واضح واضح سيد حسين، خليك وياي من فضلك، خليك وياي أرجع لك بعد قليل. سيد كريم، برنامجكم الانتخابي طويل عريض ومنشور بصفحة تحالف الفتح على الفيسبوك ويغطي كل مشاكل العراق، الخدمات، الإعمار، إصلاح المؤسسة التعليمية، ما يتعلق بالقضاء، ما يتعلق بكيفية القضاء على الفساد. بس منو قال أنتم مؤهلين لتحقيق هذا الإصلاح؟ أنتم جزء من عملية سياسية بدأت بعد عام 2003، دليل ربما على عدم قدرتكم فشل هذه العملية السياسية في توفير أبسط مقومات العيش للمواطن. ومن قال أننا غير مؤهلين لإدارة الإصلاح والقضاء على الفساد؟ هذا السؤال الأول. ثانيا، اليوم احنا ما نتكلم شعارات ولا نتكلم واقع ووعود، الوعود ربما تحتاج إلى دليل. احنا ربما نستطيع أن نقطع بأننا قدرنا أن نحفظ وحدة العراق من الخطر، هذا حقيقة واحدة. ثانيا، يوم الحكومات السابقة أستاذ علي، كل الحكومات السابقة يعني 3 انتخابات كانت حكومات محاصصة، فالجميع كان مشترك فيها، فالفساد يتحمله. وأنتوا على رأس الجميع. لا، إحنا مو رأس الجميع. بالنسبة عفوا، إحنا بدر. أنا ذات. أنتوا بدر بالانتخابات الماضية، جزء من دولة القانون. نعم، ولكن اليوم دولة القانون ليس لوحدها. اليوم قبل الانتخابات. جميع الوطنيين. رأس الحكومة وبعد الانتخابات. رأس الحكومة. لا عفوا. هسه عفوا. خلينا. اليوم الجميع يتحمل المسؤولية. طيني مجال أعرف بيك تتحملني. اتركني من النص على صفحات. ما قبل 2014 ما هو إنجازكم؟ إنجازنا. من قبل من 2003 إلى حد 2014 اليوم هو إنجازكم، وبالتالي وبالتالي على ضوء هذا الإنجاز يأتي الناخب ويثق ببدر القوة الأكبر في تحالف الفتح ويعيد انتخاب بدر. ولكن أنت ما يمكن تحمل اليوم المسؤولية لجهة واحدة. ذكرت لك المحاصصة، عفوا المحاصصة سببت كل الفساد والإرباك والفشل التنفيذي، ولذلك اليوم يتحمل دعاة المحاصصة المسؤولية. اليوم لا يستطيع حزب أن يتنصل عن ما بالتأكيد حصل. بالتأكيد الجميع يتحمل مسؤولية الفشل، واليوم لكن بنسب مختلفة. ماشي. من لديه رئاسة الوزراء مو مثل ما عنده. نعم، وزير اليوم أنا تجارة أو وزير أعمار مو هيجي. نعم. الكل يتحمل مسؤولية الفشل بنسب مختلفة، تتحملون جزء، الوطنية تتحمل جزء، بالتالي بالنتيجة الخلاصة الجميع فشل. الجميع فشل. ولذلك فأنا ليش أثق بمن فشل؟ لا عفوا، اليوم نتكلم بصراحة. اليوم احنا كما ذكر الأخ، المجرب لا يجرب. زين. وعندنا تجربة جديدة، ونحن قادرون على إعادة الثقة بين الشعب العراقي وسياسيه. وأعتقد لا أستطيع أن ربما أتحدث أكثر. اليوم الشعب العراقي يثق بمن وقف معه، ولا ندعي ذلك. لا يعني على الأقل بمن انتصره. أنا بمن حرر الأرض العراقية. انتصار المظهر، انتصار واجب هذا. أي. حتى لا ندخل الانتصار. لا عاد شلون وقفتوا يا شعب؟ لكن نحن عندما حقيقة وقفنا في الميدان ليس من أجل مصالح،
ليس من أجل مصالح. اليوم لا أحد من الشعب العراقي يتهم كريم النوري باعتباره حاضر في الميدان، لذلك اليوم لا تحمل مسؤولية أخطاء سابقة. أشخاص هاي قضية من وقف في الميدان يثق به الشعب العراقي، وحرجع لك عليها. نعم. حرجع لك عليها سيد حسن. ما معقول أتحمل الحكومات سواء الحكومة الحالية أو حكومة السيد المالكي الدورة الأولى والدورة الثانية وتقول هم اللي فشلوا وإحنا كنا قاعدين ونتفرج عليهم؟ لا، الوطنية سيد اياد علاوي شركاء أساسيين في العملية السياسية من بعد عام 2003، وزراءكم أمراء في وزاراتهم، شاركتوا بكل الحكومات بوزراءكم، حضور قوي في مجلس النواب. فبالتالي من تجي تقول وتشخص أكو فشل في العملية السياسية في القطاع الاقتصادي فيما يتعلق بالزراعة فيما يتعلق بالصناعة، أنتم جزء من هذا الفشل. ليش المواطن يثق بكم مرة أخرى ويعيد انتخابكم؟ شكرا جزيلا. والله الحقيقة أن أتمنى من المواطن ما يثق بكل أحد شافه بالفترة السابقة عند أخفاق ولو 10%. هذا واحد. اثنين، أستاذنا الفاضل ما ممكن أن نناقش الأمر بهذه الوضعية بقدر ما بدي أسأل سؤال. من هو العمود الفقري لهذا الفساد وهذه المشاكل كلها؟ جاوبني على هذا. هي المحاصصة. ومن هو العمود الفقري والمشاكل كلها؟ هي الملاليك برا الحدود. من هو العمود الفقري لهذه المشاكل كلها؟ المحسوبية والمنسوبية. من نجيب اليوم احنا قدمنا الوطنية في اول 3 جلسات للدورة الحالية، قدمنا بتوقيع موقع من 75 نائب بيدي، نريد شركة محاسبة جنائية دولية. هاي الشركات حضرتك تعرفها والاخوان المختصين يعرفها، هن بيها 30-40 شركة على مستوى العالم قادرة، لها الصلاحيات القانونية على مستوى العالم ان تأتي بالمال لأي دولة من الدول بعد ما تطلع نتائجها بشكل ايجابي. تعال اخوان خلنا ناخذ مدخلات العراق، الحكومات العراقية من 2004 9 أشهر مال اياد علاوي لحد 2017، وبالتالي مدخلات الحكومات ومخرجاتها نعرف منه الصالح ونقول له عفيتين، ونعرف منه الطالح ونقول له خي انت ما تجيب خيط مات العراقيين رجع لنا اياهن. مو يتعاركون الجماعه بالبرلمان حسابات، حسابات ختاميه ما عندنا. اسمح لي خلنا حسابات ختاميه يعني خلنا احنا خلي ننور حضرتك وزملائك. لا عفوا خلينا الداخل وياك من فضلك، تحملني. حضرتك وزملائك في البرلمان توافقون على موازنات بدون حسابات ختاميه؟ هذا اولا. المحاصصه وما يتعلق بالمحاصصه، اذا تحمل المحاصصه كل الفشل الحالي وكل الدمار الحالي فانتم ايضا وافقتوا على المحاصصه. حتقولي لا احنا بين السني وبين الشيعي واحنا تيار وطني. احنا ما نحكي هيك، احنا من نحكي هيك، احنا جايين العمليه انتخابيه ما جايين لفصل مال العشائر. عمليه الانتخابيه الحد الفاصل بينها الصندوق الانتخابي. انا من رايح انتخابات عند استحقاق، والا انا ما قاعد متعاون توعد ياك العصريه في فندق الرشيد على مود نتعلل ونكمل سوالفنا ونروح بعد 4 أيام نجي نتفق فلان وزير صحه فلان وزير تجاره فلان كذا، لا معوزين نص وزير دزلنا وكيل وزير وخذ رئيس هيئه. هاي مو دوله اخي، الدوله هي صارت هيك لو ما صارت هيك صارت مو صارت هيك. اسمح لي انا بهالطريقه، اسمح لي، ما صارت بهالطريقه. بالنسبه لنا لا، بالنسبه لنا طالبنا باستحقاق، نحن عندنا استحقاق انتخابي، حكومه توافقيه تريد استحقاق انتخابي، ووقفنا بشده امام المحاصصه الطائفيه بكل الاليات، مفوض انتخابات دوله حكومه. احنا وقعنا مع السيد العبادي خارطه الطريق لتشكيل حكومه، والاخوان قاعدين بالمفاوضات وانت تفاوض. انا حعول على صراحتك وضميرك. نعم، اخذتوا وزراء وفق الاستحقاق الانتخابي وانتم تعلمون انها حكومه محاصصه ستنتهي بفشل. يعني اليوم انا اسالك بالله، اليوم انا من اجي اشتغل سياسه واجي عندي ادوات مهمه احس بها قادره ان تقدم شيء للشعب العراقي وفق استحقاق الانتخابي، ليش ما اشترك انا؟ ليش دخلت بالسياسه؟ ومن تجي الحكومه تفشل ولم تنجح تقول لك لا، تقول انا مو صوت، انا مو جزء. احنا مو هالشكل. عندما حقق مع وزير التجاره اول يوم طلعنا بيان احنا مع الحكومه العراقيه في حاله اثبات سرقه وزير التجاره وحيله للمحاكم، مو لليوم وزير التجاره طلعوه من منصبه ولليوم ما يعرفون هو على اليمين لو على اليسار، هو مبايق لو هو سارق، هو فرار لو هو فراج. ومن هذا ما احترمنا الوضع وما قدمنا ما رشحنا اسم. هذا واحد. الامر الثاني، من اقدم لك انا طلب مقدم من 70 نائب، احنا نروح للصياغات الدستوريه والقانونيه. احنا ما عندي عركه مال عشائر بالبرلمان، بعدين احنا عددنا 22 واحد، الناس القريبين من يمنا بالرأي من باقي الكتل صرنا 60، صرنا 70، صرنا 80، صرنا 90، ما قدرنا نسوي شيء. سوينا انقلاب بالبرلمان، سوينا جبهة إصلاح، قامت الدنيا ولم تقعد. على الجبهة الإصلاح. جبهة الإصلاح منين؟ من كل الكتل السياسية، ناس ما يرضون بالوضع العام،
لا حكومة ولا برلمان ولا كل شيء. واللي تريد توصل له. حاربنا ضد الطائفية. نعم. وحاربنا ضد الفساد. نعم. ونحن قبل الآخر مؤهلين للقيام بالإصلاح. هاي النقطة اللي تريد توصلها. هذا واقع حال. مو نتمنى. هذا فعلنا به. بس أنا ما بي 24 نائب. أسكت إرادة دولية بسفراء على مستوى عالي بتعاون مع كتل سياسية كبيرة وما بي أقف بوجه 300 و1 نائب بالبرلمان. يجيك واحد يقول لك في ظل هالأجواء كان المفروض تنسحب وتروح للمعارضة بالبرلمان وما تتحدث عن استحقاق الانتخابي. أرجع لك. ولهذا إحنا سحبنا وقعدنا معارضة. أرجع لك على. قعدنا معارضة نعم. سيد حسين. من هو المجرب الذي لا يجب أن يجرب؟ حقيقة أنا تاهت علي مدى أعرف من الفاشل ومن الفاسد. عزيزي أنا اليوم فرحان جدا أنه الكتل السياسية دين المحاصصة الطائفية وهم مشتركين بالمحاصصة الطائفية. هذا شيء غريب. هم مشتركين بالحكومة وعندهم وزراء فاسدين وبالتالي أيضا حتى النواب المصلحين اللي يردون يقدمون الوزراء الفاسدين للمحاكمة ما يقدرون لأن الوزير الفاسد من هاي الكتلة ما يقدر يحاسبون وزير فاسد من كتلة ثانية. بالتالي تقدم لا طاق سيد حسن مثال قال لك دفعنا باتجاه إقالة وزير التجارة مو هالشكل بعدما ثبت فساد عليه. هذا مثل لكتلة شاركت في الحكومة لكن من جهة أخرى تحارب الفساد. الفاسد لا يحاسب فاسد هذا واحد. الفاسد لا يحاسب فاسد هذا واحد. موضوع ثاني اليوم إذا هم محترفين بأنه المحاصصة مدانة ليش مشتركين بها؟ قضية الثالثة لماذا لم تغلق ملفات سبايكر الموصل سقلاوية ملف الحليب الفاسد الطحين الفاسد الشاي الفاسد ملفات التفجيرات ملفات بنما لماذا لم تغلق هذا؟ مشتركين بها يا عزيزي وبالتالي هؤلاء هم المجربين الذين لا يجربوا مرة ثانية. وانتم ما مجربين سيد حسين ان كان الحزب الشيوعي ولا حزب الاستقامه المدعوم من قبل السيد مقتدى الصدر ايضا مجربين. يعني ان كان الاحرار اللي حاليا يمثل حزب الاستقامه مشترك بعمليه سياسيه من بعد عام 2003 وجزء من فشل. ان كان الحزب الشيوعي فايضا كان عنده وزراء في حكومات المحاصصه وكان عندكم نواب. هسه تقول لي وزراءنا نضاف تقول لي وزراءنا نص نص ما لي علاقة أيضا مشتركين في المحاصصة. جاوبتني على السؤال اللي تريد على الجواب اللي ردت أجاوبك. أولا يلا تفضل. موضوع كتلة الأحرار اليوم انشملوا بمشروع الإصلاح وبالتالي عندما وقف سماحة السيد مقتدى الصدر في الجماهير وقال شلع ومن ثم مرة أخرى قال شلع قلع وشمل كتلة الأحرار بهذا الموضوع حتى المفسدين وغير المفسدين واليوم هم ما نازلين بالانتخابات بل بعضهم قبل يومين أدانهم لأنهم نزلوا في قوائم أخرى وطلب من جمهور التيار الصدر ومن العراقيين عدم التصويت لهم لأنهم ذاهبين باتجاه المال والنفوذ والسلطة. زين. هذا في جانب كتلة الأحرار. نحن لم نتفق مع كتلة الأحرار. نحن اتفقنا مع جميع جماهير ساحة التحرير الذين يسكنون في مناطق بغداد العشوائية مناطق المعوزة المحرومين الفقراء لجواع اللي يطالبون بالإصلاح. فأنت الفقراء في عندي 10 ثواني قبل ما أذهب الفاصل سيد حسين اختصر لي من فضلك. نعم الشيوعيين لم يسرقوا والشيوعيين أيديهم بيضاء وبالتالي يشهد الداني والقاصي بنزاهة الشيوعيين. نعم خلي أروح الفاصل قصير مشاهدينا. تحية طيبة مرة أخرى مشاهدينا. سيد كريم سمعت كلام الضيوف لا. ربما من أهم إنجازاتهم وقوفهم حائط صد أمام المحاصصة هذه المحاصصة التي أدت إلى الفساد والفساد الذي أدى إلى الخراب. أما تحالف الفتح بانتماءاته وتحالفاته السابقة وحتى الآن هو مشجع لهذه المحاصصة هو ما زال يمثل مكون واحد وحتى الآن ربما لا يؤمن بهذه الشمولية الوطنية العراقية. تتكلم عن المرحلة السابقة أكدت مرارا بأن الجميع مشترك بالمحاصصة. أنا أتكلم المرحلة ولذلك الفتح الآن طلع لوحده. اليوم الفتح أول واحدة من أهم توجهات القادمة هو ضرب المصالح واي حكومه محصصه واي حكومه فيها محصصه سنقف بالضد منها. اذا هذا اعتراف بمواقفكم السابقه اللي كانت خطا. لا تقول مواقف كنا قبل طائفيين الان وطنيين. اولا خلينا نتكلم بصراحه. اليوم قضيه الطائفيه
صح تجاوزناها، لكن مع الأسف هناك من ما زال يحتاج على الطائفية، لأنه عندما يخسر المنجز ليس لديه منجز يبقى يضخ بالطائفية من أجل التحشيد الطائفي. نحن بصراحة اليوم ضد الطائفية، الاستقطاب الطائفي، وأيضا ضد المحاصصة، وأي حكومة محاصصة قادمة سنقف بالضد منها، لا نشترك فيها. هذا واضح وأعلناها من خلال البرنامج الانتخابي ونقولها من خلال قناتكم. أي حكومة، والآن أؤكد، أي حكومة محاصصة جلبت الفساد للعراق، جلبت الدمار للعراق. وين هذا الوعي كان في السابق؟ هذا الوعي وين كان؟ وين كان قبل 4 سنين؟ قبل 8 سنين؟ ليش عفو. ليش أنا أفوت بحكومات المحاصصة وأشجع هذه المحاصصة وبعد الفشل أنتقد هذه المحاصصة وأرفض المشاركة في حكومة محاصصة قادمة؟ لا عفوا، العيب أن تستمر وتكابر وليس عيبا أن تغير. نحن لذلك قلت لك يجب أن نصحح المسار. اليوم يجب أن يكون تغيير، الحمد لله الآن أصبحت ثقافة واضحة لدى الشعب العراقي. اليوم أي حزب يتوجه باتجاه المحاصصة سيضرب من قبل الشعب، وهذا طبعا اعتبر تطور إيجابي. اليوم حقيقة أعتقد أصبح على مستوى الحملة الانتخابية لكل الأحزاب وكل القوائم أن هناك وعي لدى الناخب العراقي من جهة، وتوجس من خلال السياسيين من جهة ثانية بأنه لا يتقدم خطوة. حتى الخطاب الطائفي الآن أصبح منبوذا أنا باعتقادي. ولذلك أتمنى أستاذ علي اليوم حضن برنامجنا يجب أن نصحح المسار. ممتاز. والإصلاح ليس شعارات وليس كلمات، إنما واضح فعل وسلوك. واضح. المدني الأصلي مو رافع شعار المدنية والوطنية من الاسم، الوطنية بعد أن كانت العراقية، اليوم كلهم مدنيين يا سيد حسن. من كان جزء من الإسلام السياسي أصبح مدني، وهذا الذي نزع أو خلع ثوب الإسلام السياسي وارتدى ثوب المدنية دخل في تحالفات مدنية، ربما هذا الأمر حاضر عندكم، فبالتالي ضاعت الشغلة، ضاعت من المدني ومن الإسلامي، وهل بالفعل حنذهب إلى انتخابات على أساس مدني وعلى أساس وطني لا طائفي؟ أستاذ علي، هو النجاح الحقيقة الخطوة الأولى لبداية النجاح هو تفتت الكتل الطائفية المتجحفلة مع بعضها. هذا النجاح الأول بالنسبة للوطنية. يعني اليوم الكتلة السنية من تفرقت هذا نجاح، الكتلة الشيعية من تفرقت هذا نجاح، الكتلة الكردية من تفرقت هذا بالنسبة لنا نجاح، لأن حقيقة 14 سنة فشل بفشل ويدفع ثمنها الشعب العراقي بشكل واضح. الأمر الآخر، اليوم الألف ميل تبدأ بخطوة، إذا ما وصلنا لقناعة من خلال معطيات، هذه المعطيات تذهب بنا لتغيير مسارنا السياسي للخط الوطني، ونشكل كتلة كبيرة على مستوى العراق تمثل حكومة، ونشكل كتلة بنفس المستوى على أساس معارضة إيجابية لخدمة لمراقبة الحكومة وخدمة الشعب، فأنا أعتبر هذا حترفضون حكومة محاصصة، حترفضون المشاركة في حكومة طبعًا محاصصة طبعًا. هذا وعي جيد الآن. احنا قبل ما كان عندكم هذا الوعي، اشتركتوا في حكومة محاصصة. احنا بالنسبة ان أستاذ علي ارجع واقول لك بانه انت حضرتك لو شوف استحقاقاتنا الانتخابية بالكامل، احنا اليوم ما عندنا موظف واحد بالدولة العراقية، وسيد حسين موجود من التيار الصدري والأخ لا الحزب الشيوعي، وخليت على التيار الصدري الرجل. الحزب الشيوعي ما أعرف، أنا أسمعت قلت الأحرار مو؟ لا سابقا كانوا الأحرار، الآن حزب الاستقامة. هذا المهم إن شاء الله رب العالمين خير وبركة، وهي طبعا فعل خير. الأمر الآخر، اليوم أنا بالنسبة لي عندما أذهب لاستحقاقات، صدقني بالله سأل علي أحكي لك من أرض الواقع. اليوم إخواني أنا عندي نص دقيقة لك من فضلك. نص دقيقة خير من الله، بينا نوصل فكرة. أكثر من مناسبة في اجتماعات مهمة وآخرها المفوضية، أنا كنت باختيار رجل الخبراء سني شيعي كردي والغير ذولا يعرف نفسه يطلع، وقمت تعاركت بنص الجلسة قلت لهم اللي يتكلم بهذا المنطق خلي يصير عنده أصول. واضح واضح. أنا آسف على المقاطعة. يا عمال العالم صلوا على النبي. سيد حسين نص دقيقة لك تفضل. اولا الاعتراف اللي صار هسه انه الكتل السياسيه اللي تفتتت، إيه هذا جيد، هذا امر جيد تفتيتها، هذا فشل بالنسبه لهم، هذا بالنسبه لهم فشل. ثانيا انه طبعا فشل لانهم يردون مره ثانيه يرجعون للكعكه، لما نزل شخص من الوطنيه للشارع العراقي ما استطاع يتحمل نقد واحد مواطن عراقي. احنا اليوم مهمتنا من ننزل للساحه صعوبه نواجه حقيقه الناخب. سيد هاي فبركه اعلاميه، لا انت مو سيد، لا تطب بذني.
الاصل سياسي من اول لحظه. الفشل تتحمل انت وكنا نتحمله. اخذت هواي من وقتك. لا 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 هي هم بالحكومه وبالبرلمان اخي اكيد ياخذون هواي من وقتك. ماخذين الحكومه والبرلمان ووقتك واني مضطر انهي اللقاء. اليوم لما نزل انا المرشح طلع صح. سيد حسين النجار ارجو المعذره الوقت عندي خلص. لما انزل للشارع سيد حسين النجار ارجو المعذره الوقت خلص وقتي خلص اسف جدا اسف جدا ارجو المعذره. سيد حسين النجار مرشح لحال سايرون البرنامج مالك عفوا ماكش اقول لك هم محاصصه البرنامج مالتك. شكرا جزيلا شكرا جزيلا سيد حسين. سيد حسين شويرد مرشح تحالف الوطنيه شكرا جزيلا. شكرا ايضا لسيد كريم النوري مرشح تحالف الفتح نورتونا شكرا جزيلا. شو تسوي العالم بعد طالبت هتفت الظاهره سووا شعارات كتبوا بيانات قرأوا أشعار سووا مهرجانات كلها تهتف يا معودين المجرب لا يجرب الناس من ضيمها كل شيء سوت حتى هذه الحجية اللي استخدمت طريقة مبتكرة للتعبير عن احتجاجها على الحال المايل الذي تراه في الوضع العام الصفير حتى الحجية خليتوها الصوفر فصوفر حجية. يقول المثل ناس تتلقى العجاج وناس تاكل بالدجاج واللي مشوا بع بعد خليه يتفضل على الثريد الزين يا محج حسين. واخيرا اذا كان هكذا التبليط فخلف الله على السبيس عندما اهتزت الثقه الوطنيه بالخطوات السبيسيه في سباق الانتخابات النيابيه اتجه المرشحون الذين هم في المسؤوليه الى خطوه تبليطيه استباقيه لامتصاص النقمه الشعبيه فعمدوا الى الاستعجال بتبليط عدد من الشوارع كنوع من الدعايه الانتخابيه ولكن اذا كان هذا التبليط او اذا كان التبليط بهذه الطريقه فخلف الله على السبيس. شكرا على حسن المتابعة وصلنا إلى الختام إلى اللقاء.